مشرف انتاج شركه الجيزه للكابلات السويدي. والله المصنع ده احنا النهارده بقالنا 26 سنه فيه. المصنع ده بدا ان كان احسن مصنع بيعمل كابلات 66 كيلو فولت. عملنا كابل 1000 كيلو فولت، 1200 كيلو فولت. احسن شركه عالميه على مستوى الشرق الاوسط. النهارده كان باسم الدكتور فهد فريد هو اللي بنى الشركه دي على كتافه، واحنا اللي بدانا مع الشركه دي. بعد كده من 6 سنين جم اشتروها استوايده اللي هو هشام السويدي، اللي بدات الشركه تتدهور احوالها. النهارده المصنع مليان خامات، مصنع فيه ما يقرب من 35 مكنه حديثه، مفيش مكنه فيها عطلانه. العمال ما يقرب من 600 عامل كلهم على استعداد للعمل، ما امتنعوش عن العمل. في اوردرات شغل بحوالي 450 مليون جنيه لغايه النهارده. الوزاره قعدت مع المفاوض من الشركه وعرضوا عليه تسهيلات، عمله صعبه من البنك المركزي رفض يشغل، عرضوا عليه يجيبوا له دفعات شهريه من الفلوس اللي ليه في الكهرباء، هو بيدعي انه ليه 85 مليون في الكهرباء، قالوا له نجيب لك دفعات كل شهر عشان تشغل المصنع، وفي الاخر قال لك لا انا مش هشغل، انا هقفل المصنع. طب مصير 600 عامل وقعوا فين؟ النهارده اقل واحد شغال في المصنع بقاله 5 سنين وست سنين وسبع سنين. احنا النهارده بقالنا 27 سنه في المصنع، بنينا المصنع ده على كتافنا. نروح فين باسرنا؟ النهارده بيهددنا بقطع الراتب الشهر الجاي ده. بيقطع البكر المنتج خرده وبيبيعه خرده. مش عارفين نعمل ايه.